ايمانويل كلوتي لاعب الناس كل تعرفه، خاصة على مستوى الجزيرة بما انها الجزيرة الرياضية تبث في كل المباريات، وهو معناه شهرة حصلته الفترة الأخيرة للمستوى المرموق اللي قدمه منذ بداية معناه هذه رابطة الأبطال. وقع عقد معناه فترة إن شاء الله ويتم تأهيله، مازال ما في صدد معنا التأهيل. انتدبنا اللاعب أزوكا كذلك، مشاهدي الجزيرة الرياضية أكيد يعرفوه من خلال مشاركته مع فريق سانشاين، وبش يلعب دور النصف النهائي معناها، وبش يزيدوا الناس يتفرجوا فيه. لاعب معناها مهاجم معناها يساري اسمه أزوكا، إيزو أزوكا. هذوما اللاعبين تم انتدابهم تحسبا معناها الفترة القادمة، في انتظار معناها كل الامور مفتوحه معناها نحاولوا لو يانيك معناها لقينا حل معناها بالتراضي مع فريق سيون لما لا يقعد يانيك، ولكن تحسبا للفتره القادمه معناها قمنا بالانتدابات هذه باش ما نقعدوش معناها في مشكله من هنا الواحد ديسمبر الواحد جانفي. كما قلت لك من الصعب معناها باش تلقى لاعب خاصه في على مستوى القاره الافريقيه بما انهم الكل متواجدين في اوروبا، لما يكون لاعب بارز يلزم ان نسرع بانتدابه نظرا لقله المهارات على مستوى القاره الافريقيه في هذه الحاله معناها في الوقت هذا.